هل كان للأمير سليم دخل في إعدام أخيه الأمير بايزيد؟ هل سعى فعلا لقتل أخيه؟ وماذا تقول المصادر التاريخية عن مشاركته في التخلص من الأمير المتمرد؟ عن هذه الأسئلة أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوكم أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdaws.com وإلى الاشتراك في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وستجدون كل روابطنا دائما في صندوق الوصف. أظهر مسلسل حريم السلطان الدور الكبير الذي كان للأمير سليم في إعدام أخيه بايزيد. كان هذا السعي أمرا مشروعا باعتبار أن وجود بايزيد كان يهدد سليم وسليمان، فهل يصح ما قدم حول هذا الموضوع؟ الحقيقة أعزائي فإن عدة مصادر ذكرت بأن الأمير سليم قد كان له دور هام في إعدام أخيه. المصدر الأول هو كتاب السلطان سليمان القانوني سلطان البرين والبحرين، والذي ذكر كيف أرسل علي أغا وهو أحد رجال الأمير سليم للمشاركة في إعدام الأمير بايزيد، وهذا ما ذكرناه في فيديو سابق. وأما المصدر الثاني وهو كتاب ليزلي بيرس، فقد أكد هذه المعلومة وذكر أن إحدى الروايات تقول بأن تهمست قد سمح فقط لرجال الأمير سليم بالدخول إلى السجن. كان هذا بعد أن وعد الشاه الفارسي بايزيد بأنه لن يسلمه أبدا. ذكرت كل المصادر أن علي أغا وهو رئيس وفد سليم قد شارك فعلا في عملية إعدام الأمير، وهناك من ذهب إلى أنه هو الذي أمر على الفور بإعدام الأمراء. لم يكن سليم حاضرا كما ظهر في المسلسل، وإنما رسوله إلى هذه المهمة كان علي آغا. طبعا لم يكن سليم سيقدم على هذه الخطوة لولا أن سليمان قد أخذ فتوى من شيخ الإسلام تنص على وجوب إعدام الأمير بايزيد. وفي نفس الوقت الذي أعدم فيه بايزيد وأبنائه الأربعة، تم إعدام ابنه الأصغر في بورصة أيضا. ومما لا شك فيه فقد حرم هؤلاء الأمراء من الدفن بشكل عادل، حيث لم يتم الاهتمام بهم ودفنوا خارج أسوار سيواس. ربما كان سبب دفن بايزيد وأبنائه في هذا المكان دليلا على غضب سليمان العظيم، وربما كان لأنه من الخطر السفر بخمسة توابيت عبر الأناضول التي كانت بالفعل مكانا خطيرا في ذلك الوقت. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.